احنا عندنا بفلسطين كنوز مش بذور. هذه البذور اللي كانت من جدودنا توارثناها ابنا عن جد. بطل موجود لانه الناس بطلت تزرع. انا باكلش ليش؟ هلا انا بشتغل في البذور البلديه وإشي اساسي عندنا البذور البلديه لانه في اصناف مش ممكن نقدر نتخلى عنها نشتغل بدونها. اول ما بخطر على بالنا طبعا اكيد الجدوع، لانه الجدوع براند، ويعني في يوم من الايام كان مسؤول عن يعني فاليو تشين كامله اللي هو البطيخ الفلسطيني اللي كان مشهور في الاسواق العربيه، وكان له وكانوا المزارعين اللي زرعوه يعني منتفعين بشكل كبير منه. فوق اني انا معني في القمح الهيتي السمراء لانه هو بعبر عن قمحنا الاصلي وكان مفقود. وانا صح اخذت كمي يعني بجوز هي قليله او ممكن يعني هي كدي، بس السنه الجايه انا بقدر اخذتها لاني اصير امن لا غير سنه، السنه والسنه اللي بعدها والسنه اللي بعدها اني اخذ الي، وكمان اقدر اعطي اخرى كمان الناس. انا بستفيد من نفس البرنامج. احنا على زمان ابوي يعني بكنا جاي نزرع، بطلنا نزرع انا وزلمتي، بكنا نزرع كل سنه شيء وشوي، نعملنا 30 40 شوي القمح. الخيار الابيض انا اذكر وانا شاب صغير ما كناش نعرف الخيار الاخضر هذا. اجى اليوم اللي احنا نرجع فيه لاصلنا، محافظتي عليه لانه تقليدي من جذورنا من تاريخنا من تراثنا. بندورة البلدي لو اختفت يعني مش انتهت وبطلت موجودة، أنا ما يعني بكون حزين كثير، بكون راح من عنا إشي إله ثقافة. أنا بحكي عن جانب زراعي اقتصادي، في عنا كثير من البذور والأصناف اللي لو نهتم فيها ممكن هي اللي تجيب لنا الجدوى الاقتصادية. إن شاء الله برجع الجدوع وبرجع الكمح الهيتي وبزر الشحلة وبرجع كل شيء إن شاء الله رب العالمين. إحنا رح نزرع كمية وإذا بيشاركونا أهل المزارعين.